السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية، وأهلا وسهلا فيكم في مطبخ نادية. اليوم راح أعملكم هيك ستو كتير لذيذ، يعني خاصة إحنا هلأ فصل الشتاء بدنا إشي يدفينا. طبعا مش حنلجأ للأكل الغير صحي، فأنا عاملة لكم أكلة كتير طيبة كتير لذيذة، مليانة بروتينات، مليانة كربوهيدرات، مليانة إنه هي حتى من الجود فات وفيها أنتي أوكسيدنت. يعني أنا بركز على هذه كل العناصر الغذائية اللي بتفيد الجسم، وحتلاقوها كتير طيبة ولذيذة ومميزة كالعادة، وإن شاء الله بتعجبكم. وخلينا نروح على المطبخ ونعملها سوا. أول إشي نبتدي بالمكونات، عبارة عن بندورة وجزر مع العروق الخضراء وينسون، وبرضو مع العروق الخضراء رهيبة، حتعطيها طعم كتير لذيذ. وفي بصل وجينجر برنات سكواش وحمص، وهلأ خلينا نبتدي نعملها سوا. أول إشي رح نبتدي حنحط الخلاط البندورة حتى إنه نطحنها، ما بدها تكون يعني سائل، بس بدها تكون إنه هيك جاي شوية مثل الصاص، وحتبقى طيبة كتير لذيذة لما نعملها بالطريقة هاي، لأنه منطلع كل العصير تبعها. وهلأ خلينا نعمل الخطوة اللي بعدها. أول إشي رح أجيب مقلة صغيرة ورح أحط عليها الكمون الحب، هذه الطريقة رح تفرق بطعمة الأكل، وبعدين حضيف عليهم الكمون. هنا بقلبها تقريباً شي دقيقتين، وحتى وإحنا عم نقلبها يعني حتطلع ريحتها يعني كتير طيبة ولذيذة. يعني أنا بستعمل أوقات الباودر، بس لما أستعمل الحبوب وبالطريقة هاي أقليها بتبقى رهيبة في الأكلة وطعمتها كتير لذيذة. وتقريباً بقلبها مدة دقيقتين، وراح أفرجيكم هلأ كيف بعدها إيش راح أعمل فيها. وبعد ما تتحمص بحطها في المدقة، هذه يعني أنا راح أدقها، يعني تاخد لها شي دقيقة، بس صدقوني حتعطي فرق. يعني الكزبرة إن كانت باودر ولا إن كانت حب ولا إن كانت طازة، كل واحدة إلها طعم مميز، وهي حتعطي يعني خاصة لما نعمل ستو حتعطيها طعم كتير رهيب. وهلأ فرجيكم الخطوة اللي بعدها. راح أجيب طنجرة كبيرة يعني ما شاء الله لحتى توسع الطبخة، وهنا رح أحط معلقة سمنة حيواني وهي أورجانيك ومفيدة جداً عن أي نوع زيوت زي عباد الشمس وغيره. يعني أنا بصير دايماً أركز على الأكل الصحي حتى إنه إحنا ناكل صح. وبعدين رح أضيف عليهم البصل، هذا البصل يعني زي ما هو يعني صدقوني رح يطلع طعمه تكتير لذيذة. رح أقلبه تقريباً دقيقتين، رح أفرجيكم إنه كيف لما يصير هيك محمر إيش رح نضيف عليه. وبعد ما حمروا شوية البصلات حطيت عليهم أنا الجينجر، يعني حطيت جينجر كمية كويسة لأنه هذه حتعطيها طعم كتير لذيذ. يعني تخيلوا المكونات قديش صحية. وبعدين حضيف عليها هذا اليانسون، يعني اليانسوس طبعا إحنا يعني أدمنقون على قديش هو صحي، كتير رهيب مع الأكل وكتير لذيذ، وكمان مع السلطة برضو نية. وهنا راح أضيف عليها البهارات اللي إحنا طحناها، هاي يعني بتعطي طعم كتير لذيذ، الكمون مع الكزبرة ومع يعني انتوا تخيلين ريحتها طلعت ولذيذة جدا، ان شاء الله تعجبكم يا رب. يعني اكلة يعني للشتاء الله. وبعدين انا هذا الزمان كنت انا اللي هو عروق الجزر كنت اكبه، سبحان الله، مع انه لما قريت قد ايه مفيد يعني صرت اضيفه في الاكل. وحتى كمان الخضار اللي موجود مع اليانسون، يعني انت تخيلوا الفوائد اللي هي في هاي الطبخة كليتها قديش مفيدة للجسم وللقلب، ولا مش هقول قديش فايدتها. وما بعرف انا ليش الناس بتقول الاكل الصحي ما هو لذيذ مع انه رهيب بالبهارات وبالأربز، يعني هذه كليتها بتعطيها طعم كثير لذيذ، وانا بضل اثر على انه الاكل الصحي قديش طيب. وبعدين راح اضيف عليه هنا البرنات كواش بعد ما قطعتهم، وكمان راح اضيف الجزر والحمص وأقلبهم تقريباً هيك ثواني. والبهارات هنا عن كله طبعاً إن شاء الله راح أحط لكم المقادير تحت الفيديو. وآخر إشي هنا راح أضيف يعني البندورة اللي طحناها سوا، يعني هذا كله طازة وفريش. يعني أنا بفضل على إنه نشتري معلبات وإنه نعمل يعني بأكلات، تدقوني الأكل الصحي هذا مفيد للجسم وما في أغلى من الصحة. يعني أنا بس راح أضيف عليه هلأ شوية مي وبقلبها لما تغلي، بضيف عليها أنا شوربة العظم. هلأ الناس النباتيين ممكن يضيفوا مية، بس أنا أساس إنه أخليها مليانة من الفيتامينات وتكون مفيدة للجسم. طبعاً شوربة العظم هذه أنا عملتها قبل هيك في فيديو لحالها، كتير رهيبة وبتعطي طعم للأكل. يعني مش هقولكم قديش إنه فوائدها للجلد ولل يعني الكولاجين اللي فيها، يعني مفيدة لجسمنا كلنا، للهرمونات خاصة للنساء. وآخر إشي حاطي فليفر اللي هو حضيف عليه معلقة عسل،
هاي يعني حتعطي الميكستشر مع الحموضة البندورة والبهارات اللي حطيناها حتعطيها كتير طعم لذيذ. كل اللي رح أعمله حغطيها وحخليها على نار هادية لمدة تقريبا نص ساعة، وهلأ فرجيكم لما تخلص. وهيها خلصت ودابت استوت، يعني ما شاء الله، يعني أخذت تقريبا شي 35 دقيقة. وبس أنا دائما بحب أني أنا أحط الكزبرة آخر إشي، لأنه لما تغلي الكزبرة كتير مع الأكل بتروح فوائدها، بس هي بتعطي طعم كتير مميز لما نحطها في الآخر بس. وبعدين إنه بنقلبها تقريبا ثواني وبس خلصت. وهلأ خليني أفرجيكم آخر الصحن، وهي شكل آخر الصحن، يعني فعلا بشهي ولذيذ، يعني ريحة البهارات وطعمة الجينجر وكل شيء حطيناه فيه يعني فعلا رهيبة، يعني بتخلي الإنسان يحس إنه شبعان، خاصة إنه أنا بحب دايما أضيف يا إما كينوا يا إما إنه برغل، وهي بتكمل الوجبة الغذائية الكاملة إن كان على غدا أو إن كان على عشاء. والناس حتى اللي عندها مثلا تعبانة أو أمراض أو أي شيء، هاي بتساعد على انه تحافظ على الصحة، وبنفس الوقت للي بدها تعمل ريجيم بتفيدها. وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوا اللايك اند سبسكرايب وشير ويذ يور فريندز، وان شاء الله راكم في فيديو اخر مع اكلة صحية ثانية بمطبخ نادية. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.